السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاريخ اليوم هو الرابع من الشهر الرابع شهر أفريل سنة 2024. اليوم اتصل بي أحد الإخوة المتابعين وطلب مني المجيء إلى منحله، كون أنه وجد في الخلية شيء لم يعرف كيف يتصرف معه. هذه الخلية هي تقسيم كان قد قام بقسمتي على ثلاث إطارات، وكل ما في الأمر أن الملكة تلقحت وقامت ببناء زوائد شمعية مثل ما تشاهدون، زائدة شمعية، حتى أن الملكة قامت بوضع البيض في هذه الزائدة الشمعية، كما أنه قام بإضافة إطار شمع أساس في المرة الماضية، إلا أن الخلية ومثل ما تشاهدون الملكة ها هي معلمة باللون الأصفر على اليمين، قامت بوضع البيض على هذه الزائدة الشمعية. فكل ما في الأمر أو كل ما يتطلب فعله هو إحضار إطار مثل ما تشاهدون، يعني فيه سلك فقط، ونقوم بقطع الزوائد الشمعية ونقوم بتثبيتها على هذه الأسلاك، ونرجع الإطار إلى مكانه ونقدم التغذية. كما أنه هذه الخلية جيدة جدا، ميالة كثيرا لبناء الشمع الأساس، يعني ميالة للتوسع، فنضيف لها إطار شمع أساس كاحتياط. فإذا أرادت هذه الخلية أن تبني أو تقوم بالتوسعة فستجد أمامها إطار شمع الأساس وستقوم ببنائه. سنواصل التصوير بعد أن نقوم بتثبيت الزائدة الشمعية في مكانها. ها قد قمنا بتثبيت الزائدة الشمعية في الإطار مثل ما تشاهدون، ها هي، وما لاحظته أنه قام بإضافة إطار شمع أساس أو إطار بدون شمع، والنحل قام ببناء هذا البناء طبيعي طبعا، هو بناء طبيعي، يعني أضاف إطار من دون أن يضع له شمع الأساس، ربما لم يجد أو لم يتوفر معه في تلك اللحظة فأضاف إطار بدون شمع أساس. وما لاحظته أيضا في هذه الخلية أن هناك يعني زائدة أخرى بجانب التي نزعتها وثبتها في هذا الإطار، فمثل هذه الخلية يجب وضع لها إطار شمع أساس حتى لا تقوم بالتوسعة من جهة واحدة فقط. فمثل ما شاهدتم في هذه الجهة الملكة قامت بوضع البيض، لكن في النصف الآخر ليس هناك بيض لهذه الملكة، وكذلك هناك يرقات، يعني هذه الزائدة الشمعية لها مدة منذ أن قام النحل ببداية بنائها، كذلك هناك كيس يعني للتغذية. فحين قام بتقديم التغذية لهذه الخلية استغلت برودة الجو في الأيام الماضية فقامت بالتوسع أو بناء شمع جديد قصد التوسع طبعا، وكما ذكرت حتى لا نفسح المجال لهذه الخلية للتوسع من جهة واحدة فقط علينا وضع إطار شمع الأساس لحد الملكة أو لإرغام الملكة أو هذه الخلية لبناء الإطار على طول، أو لبناء هذا الإطار على طول هذا الإطار الخشبي الذي أضفناه، ولا تقوم في التوسعة من جهة واحدة فقط. هذا ما أردت مشاركته معكم، يعني كما ذكرت اتصل بي أحد الإخوة ويعني خاف من نفض النحل لنزع الزائدة الشمعية، فطلب مني القدوم والعمل أو القيام بهذه العملية البسيطة. صحيح أنها نوعا ما مزعجة لمن ليس له خبرة كبيرة، لكن هذه من الأشياء الجميلة أن نجد زوائد شمعية، وهذا يعني
يدل على أن الخلية جيدة وكذلك الوقت مناسب للتوسعة. فتقديم التغذية في هذه الآونة سيحفز الخلية على التوسعة، وبالتالي يعني دخول فصل الشتاء بخلايا قوية تصمد في فصل الشتاء إلى أن تصل إلى فصل الربيع في العام القادم إن شاء الله. وبالتالي يعني تقسيمها أو تجييشها لجمع العسل. في المرة القادمة إن شاء الله سنقوم بتقرير حول الخلية كانت على يعني تقريبا حوالي 150 نحلة مع ملكة في فصل الشتاء، فسنشرح ذلك في الفيديو القادم إن شاء الله. هذا ما أردت مشاركته معكم في فيديو اليوم، وإن شاء الله لمن يسألون عن العودة إن شاء الله ستكون هناك عودة إن شاء الله فقط القليل من الوقت، وسنعود لتقديم النصائح حتى وإن كانت من مناحل الإخوة المتابعين أو القريبين من منطقتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.